بنجتمع معاكم وهيك عم نستشعر فينا وفيكم وبكل حدا عم يجهز للشهر الفضيل. وإحنا وظيفتنا بمطبخ التلفزيون الأردني ترك بصمة بمطابخكم، والأهم من هيك مساعدتكم بعملية التحضير. سبق وعملنا حلقة قطايف وحكينا عن تفاصيلها، سبق وعملنا حلقة عن حشوات السمبوسك، واليوم استكمال خلينا نقول استكمالا لمشوارنا الصباحي الرمضاني تحضيرا للشهر الفضيل، اليوم حلقة خاصة لتحضير عدة أنواع من الفتات الباردة اللي هي بتكون خليني أحكي كأبيتايزر أو طبق من أطباق المقبلات الباردة بجانب الطبق الرئيسي وباقي طبعا أطباق السفرة لحتى نقدمها كنوع من أنواع الفتات. طبعا الفتات كلياتنا بنعرف إنه فيها ألوان، فيها صوص أبيض اللي هو التريتور صوص بوجود اللبن والطحينية والحامض، في عنا خبز مقلي أو محمر، في عنا المكسرات أدحة سمنة أو أدحة اللي هي زيت الزيتون، ولكن بالأول وبالآخر أنا وياكم محضرين العديد من الأطباق، إن كان اللي هي حشوة اللحم المفروم اللي رح نحطها مع الحمص بلحمة، أو إن كان اللي هي بدنا نحطها أنا وياكم مع بعض بفتة الجاج. فتة الجاج اللي هي فتة كتير زاكية وطيبة صراحة كتير، طالما إحنا بنقول فتات إذن إحنا فتنا بموضوع الفتات البارد، لذلك أنا وياكم رح نقول بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. بعد زيارتنا الدورية للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية إحنا جاهزين لنقدم لكم ثلاث أنواع وثلاث فتات باردة وزاكية ولذيذة وكمان فخمة بالتقديم. خلينا نشوف المقادير على الهواء مباشرة لفتة الفريكة. وفتة الفريكة عادة إحنا بنعملها الفريكة، شو بنساوي؟ بنساويها إما مع لحمة مفرومة أو مع دجاج. هلأ هدول القليتين إلك حرية الاختيار أنت شو تعملي بأنواع اللحمة أو بأنواع الدجاج، إذا حطيتي لحمة مفرومة أو الجاج شيش أو أيا كان. هاي الفتة من وين أجت فكرتها؟ هي مش موضوع خليني أقول تعبئة هواء، ولكن هاي الوصفة أجت من باب تدوير كاسة أو صحن من الفريكة. كان عندي عزومة قبل بيوم تمام، وزاد عندي صحن فريكة، يعني لا تغني ولا تسمن من جوع، لا بتكفي نعمل فيها طبق كامل ولا حتى بتكفي أنا وياكم نعملها طبق جانبي. شو الحل بهذا الموضوع؟ الحل إنه إحنا ندورها كنوع من أنواع طبق المقبلات، فرح نعملها طبق فتة، اتفقنا؟ خلينا نشوف المقادير لفتة الفريكة. زادت عندي هاي النتفة من اللي هي عزومتي مبارح، خلينا نشوف كيف رح ندورها ونعمل فيها صحن متكتك، حتى أفراد العيلة مش رح يعرفوا. المقادير على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. لتحضير فتة فريكة ودجاج باردة باللبن، إذن الدجاج بارد والفريكة باردة وبدها تكون باللبن. اللي رح نعمله أو رح نحتاجه للفريكة، للي ما عندها رح أذكر لك المقادير ولكن إحنا عملناها كتير، بتجيب كوب فريكة خشنة مغسولة ومنقوعة مصولة، معلقة كبيرة من الزيت أو السمنة وهي بتحب السمنة، بصل مفروم ناعم لنشوحها فيه، ماء مغلي أو مرق عشان أفلفلها، ملح وفلفل من الكسيح، كمون وكزبرة ناشفة، كركم وبهار مشكل، قرفة مطحونة. الصوص أو التريتور صوص هو عبارة عن كوب من اللبن الرايب، 2 معلقة كبيرة من طحينية، عصير ليمون، ثوم مهروس وملح، هذا هو التريتور صوص لكل الصوصات. الخبز 2 كوب خبز مقطع عربي أو تورتيلا، زيت نباتي أو زيت زيتون، بدنا كمان بابريكا وملح. للشيش أو للجاج إذا قطعتيه كيوبس صغير، إذا كان مفروم ناعم باقي من المسخن أو قطعتيه بحجم الشيش، بدنا صدر دجاج مسحب ومقطع مكعبات صغيرة، زيت نباتي، ملح وفلفل، بهار دجاج وبابريكا. الأدحى سمن عربي أو بلدي، لوز محمص وللتقديم رشة رمان فريش وبقدونس مفروم اختياري. نعم إشي كتير زاكي وطيب. زاد عندي كمشة دجاج أو بواقي دجاج أو الفتايل تاعت الدجاج، زاد عندي فريكة وعندي خبزتين قربوا يخربوا، كلهم بدورهم وبطلع فيهم بصحن فتة جديد. بسم الله على بركة الله نبدأ. رح نحتاج الدجاج. هلأ صراحة أنا ما في داعي أعمل هاي الخطوات اللي هي إحنا بنقول أصلاً هي جاهزة وزادت عنا، فإحنا بس رح ندورها. فأنا عندي الفريكة هون مفلفلة جاهزة، شوفي عنا كيف الفريكة بالمطبخ ما بتلزق ببعضها، مفروض لما تبرد بتكون زي المعجنة، طلعي
سر الفريكة أهم إشي إنك أنت تفلفليها وتحمصيها، تعطيها تقليبة بالسمنة، شوفي كيف بتغلفها. القرفة بتعطيها طعم كمان كتير طيب. هلأ أنا صراحة بدي أعمل لهاي الفتات الثلاثة للي بيكون عندها عزومة وخايفة من العجقة هاي كلياتها. شو رح نعمل أنا وياكم؟ رح نعمل التراتور صوص مرة واحدة والصوصات كلها مرة واحدة، وبعدين نبلش نطبق بالفتات. تمام؟ هاي أنا عندي اللبن كامل مكمل. إذا دائما لما بنقول إنه الفتات كلها بدها نفس الصوص، إذا نفس الصوص أنا عندي هون لبن، رح نحط له من طحنية الكسيح، وزي ما حكينا دائما خضي الطحنية عشان نخلط السمسم المطحون مترسب تحت لأنه وزنه أتقل، مع اللي هي زيت السيرج. هي واحد. اثنين، هلأ على الخلط ببين معي، رح أحط كمان عصير ليمون. هلأ ببين معي على الخلط كمان رح أحط ثوم، ولكن الصايم عادة يعني بتغلب لما بيستقبل كل المكونات والأكل مرة واحدة، فعملية الهضم شوي بتكون صعبة، لذلك بعد عملية الإفطار الصايم بحس إنه تعبان وبحس إنه في تخمة بسبب عملية الهضم والأيض إلى آخره. فأنا مع الأشياء الباردة دائما لا تكتري توم لأنه بتخمر وممكن يأذي معدة الصايم، بيوجعه معدته. زائد أنا هدول شوفي قديش حطيت نتفة، زائد صراحة إذا زاد صحن ما رح تقدر تاكليه، بتتخمر التوم وبتعقد فبيعطي طعم قوي. مشان هيك دائما خلي ايدك ميزان غير عن كل ايام السنه. شوف رح نخلط اللبن بسم الله بهالكميه، عندي عزومه كيف ادبر حالي بالكميات. شوي شوي طبعا انا حاطه مصل اللبن ما خسرته، وحطيت كمان الليمون. نعم صحيح، ايوه بالضبط. طيب في سؤال بالجاليري من الزملاء، طبعا ما رح ننسى الملح، خلي بالك هذا صوص بده ينزل على خبز ملوش طعم او ناشف، فاحنا بدنا نضبط عيار الملح. هلا في سؤال انه انا مثلا عندي عزومه وانا موظفه او عندي التزامات وما بقدر، او عندي زياره دكتور لابني وما بقدر انا اعمل كل هاي الكميات وقت الافطار، شو اسوي؟ تقدري قبل بيوم تعملي الصوص او هذا التراتور صوص او الدريسنج. متى؟ قبل بيوم، الا الثوم بتحطيه قبل الافطار بشوي عشان ما بتخمر مع اللبن التوم، ديروا بالكم. فإحنا رح نعمل هذا المزيج من اللبن شوفي والطحنية والملح والليمون والتوم عشان أثبت لك إنه كل الفتات بدها نفس الصوص. وهيك إحنا بنقدر نعمل أطباق مقبلات كتير برمضان بدون ما أوقف 20 ساعة في المطبخ بدون مبالغة، ولكن قدر المستطاع ما بين ساعة رايحة جاي تفرمي وتجهزي وتسلقي خصوصا وقت العزايم بصير. هلأ قوام التراتور صوص هو بهذا الشكل، بده يكون ثيك بس بنفس الوقت شوي مائل إلى، شوفي سائلها طلعي، هذا هو قوام الفتات. ليش؟ عشان يشربوا الخبز ويتشتش، مش الخبز تضل ناشفة والنكهة هاربة مني بمكان آخر. إذا هون عندي تمام. هلأ شو بدنا نساوي؟ بدنا ندوق عيار الملح والليمون والثوم. ما بشيل هيك يدوب بالضبط، بسم الله. نو بده ليمون، لازم يكون حامض، بسم الله. يعني شوفي قديش حطيت نتفة التوم، ولكن التوم برجع بقول لك بتخمر، فأنا بدي أحط ليمون. هلأ الليمون هو اللي بنخفف فيه قوام وتقل اللبن والطحنية. في ناس ما بحبوا الحامض، فكيف أخفف؟ مي باردة، أهم إشي مي باردة عشان ما يفرط اللبن مع الطحنية. هيك صار أنا عندي هاي أول شيء اللي هي تراتور صوص لكل الفتات جاهز. هاي واحد. اثنين، بعدين شو بدنا نساوي؟ بدنا نساوي الدقة. هلأ في ناس بحطوا في ناس ما بحطوا، بس شو هي الدقة؟ هي اللي بتحطيها للفول للحمص ولا المسبحة ولكل أنواع الفتات لكل إشي. شو هي؟ يلا نعمل مع بعض. رح نجيب فلفل حار، فلفل حار، شوف الكمية، أنا بدي أعمل ثلاث فتات. توم برضو نفس الحكاية، لا تكتري بغير، اللي بحب يزيد هو حر. كمان رح أحط ملح للدقة، عصير ليمون، هاي الكمية كاملة، ورح أزيد عليها بالإضافة لزيت الزيتون. شو ما كنت عاملة مقبلات، في ناس بحطوا صحن حمص صغير مثلا، يعني إحنا أهلي هيك لازم، حبة الفلافل بنقلي حبتين مثلا،
صحن فول، بنعمل إشي صغير عشان ما يخرب الطبخة الأساسية، بس الصايم بيشتهي وبحب هيك يجرب، فنحب هاي المقبلات. هلا شو بدي أساوي؟ بدي أجهز، بدي أخلطها مع بعضها، فلفل وثوم وليمون وزيت زيتون وملح وعصير ليمون، وصارت الدقة جاهزة. فيك تلعبي بالألوان، تحطي فلفل حار أحمر وفلفل حار أخضر، بصير هيك شكلها كمان مشهي أكتر. اللوز كمان نصيحة رمضانية، عشان هلأ أنا مثلا هذا تحمص اليوم بلاقيه بيقرش، إذا حطيته بالتلاجة شو رح ألاقي باللوزات؟ رح ألاقيهم زي اللي مبرد، زي اللي بعلك، بطل يقرط أو يقرش. شو أسوي؟ بتحمصيه بتخليه يبرد تماما زي هيك، تحطيه على فاين مطبخ. بعدين كيف بدي أسحب زيته؟ تسحبيه على ورقة المطبخ الفاين أو على ورق زبدة تبع الخبز. سحبت الزيت تمام، بجيب مرتبان زجاجي. الزجاجي ما بتأكسد زي البلاستيك، البلاستيك بخليه يبرد حتى لو بالتلاجة، الزجاجي هو اللي بتحمل درجة برودة التلاجة بس كمان بيحفظه. فأنا قبل رمضان بيومين بالتلفزيون وبالبيت بنحمص مرتبان لوز كبير، وبنحمص مرتبان شعرية كبير، وبنحمص مرتبان لوز انصاص كبير. كل ما بدي بدل ما أقعد أوسخ جلي وكمان أوقف على الغاز، نتفه بطول وبرش على الأكل، وهيك بكون كمان اختصرت شوية وقت بالبيت. إذن هاي اللوزات جاهزين، الرمان والبقدونس. الرمان بالليل على السهرة جيبي تبروير، يفضل إنك ما تخلي ميته معه، ميته بتخليه يحمض، ديري بالك. هلأ في سوق بالسوق حب صغير، بزر صغير بيكون اسمه شرباتي، هذا للعصر وكتير حلو، ولكن ببخ مية كتير فبيخليه يدبل وبيخليه ينزل الخير اللي فيه، فيفضل انك تحفظيه بتبروير بدون ميته. كل يومين افرطي لك حبتين ثلاثة اذا انت بحاجته. شو ضل عندنا هيك؟ هاي الدقة واللوزات جاهزين، وهي السمنة تحديدنا صح؟ هلأ بدنا نطبق أنا وياكم طبق فتة الفريكة مع الدجاج، ونشوف كيف رح نطلع بطبق حلو من كاسة فريكة زادت عندي وكمش دجاج عملت صواني وزاد عندي شوية صدور، بنسلهم وبعمل صحن من الفتة. هلأ بالنسبة للخبز، الخبز أنا حطيت لك نوعين عشان لما تعمل الفتة تتذكريني. هاي خبز التورتية أو التورتيلا من المؤسسة العسكرية، وهون عندي هذا الخبز العربي. تمام، خبز التورتيلا أو التورتيا هو اللي بيزبط في القلاية الهوائية اللي بنعمل فيه الساندويش راب. الخبز العربي ما بيزبط في القلاية الهوائية، بيأحمش بس ما بتحمر. كيف بدك إياه يتحمر؟ بتحط شوي مي تخليه ياخد الحرارة، بصير زي المتشتش، بترش عليه زيت ممكن إنه يتحمر. إذا هذا مقلي وهذا مشوي. المشوي زيت ملح فلفل بابريكا تحت الشواية وبضلك تقلبي فيه المشوي. بالنسبة للمقلي بدك تقليه بالزيت حطه وشيلة فقط. فإحنا رح نستخدم النوعين عشان تشوفي أكتر إشي زاكي مع الفريكة واللبن العربي. الخبز العربي مش زاكي تقطعي كبير الحجم الحبة، ليش؟ لأنه أنا بدي إياها بحجم لقمة الصايم على حجم معلقته. يعني أنا لو جيت أكلت من فتتك مثلا أنا معزومة عندك، هاي معلقة الطعام صح؟ لما بدي أجي أكل رح أشيل معاي فتة ولبن وخبز، فأنا لما تكون الخبز كبيرة زي حجم خبزة الفتوش رح يصير الوضع عندي صعب لما أنا بدي أكلها كصايم، فدايما حجم الخبزة صغير. يعني الموضوع كتير جدا بسيط كفتة، بس في بعض التركات بتغير هيك من الطبق. فهون أنا حطيت الخبز تمام، رح أجيب كفكير مطبخ بسم الله الرحمن الرحيم، وكفكير تاني للصوص، وهيك بنكون قادرين نشتغل ونطلع طاولة ما شاء الله مليانة للشباب الطيبة وللبنات الحلوين ولأهلنا الطيبين، بس بدون ما إحنا ننعجق كتير. يلا رح نجيب أول إشي الدقة بسم الله الرحمن الرحيم، طالما بنقول فتة إذن باردة، إذن منطقي الدجاج بارد والفريكة باردة. هاي الدقة، رح أترك الفلفل أخطف شوي من الليمون والصوص تبع الزيت وأروح أزيد عليها كمان للخبزات. الخبز من هون لنص ساعة على مائدة الإفطار وانت تحضري لحاله منطقيا رح يتشتش وياخد النكهات، ولكن حلو إنك تستخدمي الألوان. رح نروح نستخدم تراتور صوص أو الصوص الأبيض بسم الله الرحمن الرحيم، ونسقي بكل مكان ونحافظ إنه الخبز
يضل مبين معي. في على فكرة فتات كتيرة أنا ضايقتها برا للرز اللي بزيد، وندورها ونعمل فيها فتة لكمشة رز بتزيد، عاملة ملوخية مقلوب، لا مقلوبة لا، يعني الرز اللي بتفلفليه سادة بعملكم إياها إن شاء الله إذا صار مجال. إذا هون أنا بدي أدير بالي كل منطقة الوسط تكون مسكرة تماما عشان أتأكد ما رح أكل خبزة ناشفة، ديروا بالكم. ونعمل كمان طبقة. طيب بعدين شو بدنا نساوي؟ بدنا نجيب طبقة الفريكة وطبقة الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارف فريكة باردة ويكون مبين عليها طعم القرفة كتير زاكي جدا، والأزكى انها تكون مفلفلة بمرقة دجاج. يا سلام، بتزنخ ما بتزنخ؟ لا ابدا، زاكية بتشهي، لو مش زاكية ما بعملها. طيب بعدين رح نجيب كفكير من الصوص ونسقيه عشان احنا ما نكون عم نشتغل بس مجرد تعبئه هواء او وصفه وطالعه، لا برضه بده يكون في شيء منطقي بطريقه الاكل. اذا عملتيها بكبس كل واحد من ضيوفك اخذ كاسه لإله برضه كمان رح ينبسط عليها. رح نجيب هلا الدجاج، حطيت له زيت بصراحه، شوحته مع شويه بهار، ملح وفلفل وبهار دجاج وبابريكا بس، ولا توم ولا إشي. بدك تحطي له بصل بصير، ما هي أفريكا فيها بصل فزاكي. هاي الجاج زاكية كتير وغالية كتير برا عشان تكونوا عارفين الصح، كتير غالية مو شوي. ها شوفي أنا شو بدي أعمل هلأ، بعد ما بلشت أبني في بالطوابق بلشت أعمل زي الوردة بس من النص، اضغطي عشان تفتح معاكي زي الوردة وأطباقك تكون مبينة. هذا الشكل. هلا صراحه هاي الفتات مش زاكي فيها القدحه الصراحه، بس لوز بكفي لانه الدجاج والفريكه اصلا دسمين. نرجع بنكمل بكمان فريكه بهالطريقه للغوالي. تمام، وبعدين رح نجيب شوية خبز. يعني شوفي حتى على مستوى الوردات وانت بتفرمي صحن السلطة خبي القشر، اخطفي لك شوي من القشر وحطي. رح نجيب شوية رمان. بسم الله. طبعا ليش الرمان زاكي؟ بيروح مع الفريكة بطريقة كتير طيبة. بقدونس كمان مع الفريكة جدا زاكي مو شوي. حبيتي تقدحي لها برجع بقول لك بصير، بس دائما القدحة خليها على اللحمة. أي إشي فيه دجاج مش صح تحطي له قدحة السمنة. تمام، بعدين شو راح نساوي؟ راح نجيب اللوز الأرباع، نبعيد بطريقة عشوائية. وصار معي صحن فتة دورناه من كاسة فريكة وكمشة دجاج. والله هذا فتايل، أنا مطلعته من الفريزر وفرمناه وأموره تمام وتبلناه والسلام ختام. بعدين شو بدي أساوي؟ بدي أجيب معلقة طعام وننزل فيها لاين من السائل أو اللي هو الصوص تبع اللي عملناه الطريقة، وبيكون معنا صحن الفتة الأول من فتة الفريكة جاهز. خلينا ناخذ أنا وياكم مقادير الفتة الثانية، بنطلع فاصل وبعد الفاصل بتكون جهزتوا الورقة والقلم لحتى نطبق أنا وياكم الوصفة الثانية من فتاتنا لليوم واللي هي فتة الحمص بلحمة. احنا كلنا بنحب حمص بلحمة أكيد، بس لما ناكلها فتة صراحة إشي جدا طيب. المقادير على الشاشة. يا فتة حمص مع لحمة مفرومة، بدنا خبز عربي محمص، حمص حب معلب أو مسلوق مع ميته مغلي على الغاز، حمص مطحون معلب أو مبكت أو من المطعم، عصير ليمون، ثوم مهروس، لبن رايب، طحينية، ملح، لحمة مفرومة، خشنة.
بصل مفروم، صنوبر محمص، زيت نباتي، ملح وفلفل من الكسيح، هيل مطحون، بهار مشكل من بهارات اسناد، بقدونس مفروم ناعم، رمان فريش، ولوز محمص. رح نطلع فاصل سريع سريع، وبعد الفاصل رح نطبق ما تبقى من وصفات الفتة. خليكم معنا، رجعين.